ودابا انا يدعيني انا بالضرر، انا يدعيني رافع عليا دعوه في المحكمه بلي انا خصني نعوضو 3 مليون، ودابا المحكمه خرجت لي نهار 22 تدخل لي الدار الحجز. تعرضوا للصدمة الأولى ديال الأب ديالهم ضاع، أو تعرضوا للصدمة ديال ضاع في 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 النهار ديال العيد الكبير، وتعرضوا لهاد الصدمة هادي وصدمة الإيتم وصدمة بزاف ديال الحوايج. اش غنقول لك؟ ما عرفتش اش غنقول لك والله. اللهم ان هذا منكر. لا ما لا ضو لا دا. ماشي الصغر البقر ديالو، الصغر عاد عدم درايه ديال باه، ديال باه عدم درايه ديالو بالقانون، وهاد الناس هادو دراوش دراوش تما عدم درايه بالقانون، وبقى غادي بهذا الحق. وهو كان الاخر كان ذكي، كان ذكي لانه كيقلب باش يخرج هاد السيد. المشكل اللي عندنا هو مع السيد التحتاني، السيد التحتاني البقعة ديال الوالد ديالي، هذاك السيد هو اللي شري، هو اللي باني هذا الشيء، هو اللي باني هذا الدار، هو بنى لي خويا لتحت استافد لتحت وخرج لي حانوت، وحنا خرج بنا الوالد هاد الجبيوت حتى كتشوف، بنى لي هاد الجبيوت والدار ما كايناش، الطواليت حتى هي ما كايناش، الدروج ما مصلوحينش، ما كاين لا إصلاح لا والو، ودابا أنا يدعيني أنا بالضرر، أنا يدعيني رافع عليا دعوة في المحكمة بلي أنا خصني نعوضو 3 مليون. ودابا المحكمة خرجت لي نهار 22 تدخل لي الدار الحجز السيزي، أنا اللي مضرر، هو السيد ناضر رفع عليا دعوة بالضرر، أنا بحال أنا اللي خصني، وكيقول المحكمة بالأرض ديالو وحنا اللي باينين، وأنا عندي وثائق عندي كلشي بالأرض ديال با، هو اللي شريك. أنت واحد أنا عايش في الدار بحالك، أنا عايشة بوحدي، خويا ما كاينش، خويا ما عرفتش هو فين مشى، في أكادير كيقول لي في برشيد، كيقول لي مع كل واحد فين، كيقول لي أختي هي ضيعة كارية مجوجة عندها ولاد مع راجلها، وانا عايش بوحدي في الدار بحكم عايش مع الطوب ومع الفيران وشي اللي عطى الله وصل. الدار في دالاس في حي سيدي عبد الكريم شارع اغمس رقم الدار 30، وكنطلبوا من الله وكنطلبوا من المحسنين وقفوا معنا ونشوفوا هذا الميلف، هذا الميلف في المحكمه، وانا ما في حاليش ما عنديش الغالب الله الشيء اللي كاين. خويا هاد الوليدات تنعرفوهم حنا من البدايه ديال الحياه ديالهم حتى لهاد النهايه هذه، كانوا الوالدين ديالهم الجيران ديالنا مات، تعرضوا للصدمه الاولى ديال الاب ديالهم ضاع، او تعرضوا للصدمه ديال ضاع في 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 النهار ديال العيد الكبير، وتعرضوا لهاد الصدمه هادي وصدمه الايتم وصدمه بزاف ديال الحوايج، وكان الاب ديالهم هو صاحب البقعه، والاخ الاخر اللي تعاون معاه كان بنا الفوق وهود بلاد وكمل تحت، وهادشي اللي تشوفوا اللي تيبان لكم هنا راه كوك خلاه، اللي طاح هو واحد شويه في الباركو هو اللي مشى، هما هادشي راه كوك كان. وهاد الناس هاد الولد هذا راه ما عندوش مسكان، بقاو خرجوا لا قرايه مع تيتم صغار لا قرايه لا الصنعه لا هادي لا هادي، تتعاونوا معاهم غير الناس في العيش ديالهم، ولا ضاع كان عندهم ضايع في هذا السكن هادو كان غادي يكون هو السبب ديال التتراش ديالهم في الزنقه، غادي مساكن يضيعوا ويبداو ينعسوا في الزنقه ويبداو يضيعوا، هادشي اللي كاين راه كبروا قدامنا وراه بحال وليداتنا، وهذا هو اللي كاين، وهذه كلمه الحق حنا قلناها الحق معاهم. الرساله ديالي هو المحكمه الموقره تشوف بعين الاعتبار لهاد الناس، راهم ماشي مع راه كاين شي حاجه اللي فيها الكذوب في هذه الهضره هذه، راه شي تنقول هو اللي كاين، هاد الناس راهم غاديين يضيعوا راه المحيط اللي تيكسبوا في الحياه ديالهم هو هذا. هذا هو اللي كاين خويا. كنشوف انا هاد الموضوع غريب، بان هاد السيد هذا اللي شاكي به هو اللي باني، هو اللي كان مكلف بالتاشرون، يعني راه هو اللي خاصو يعوض لهاد الناس، هاد الشيء ولا بالمقلوب، ولا هاد السيد اللي مضرر ورابط عليه الدار خاصو يعوض. بغيت نعرف راه السيد اللي معني بالامر المشتكي راه هو اللي باني البقعه، وهذا الشيء كنعيشوا فيه حنا، عشنا فيه في 82 في هذا الحي، سيدنا عطانا هذه البقعه، واللي ما عندوش كيجيب واحد كيبني ليه، كياخذ هو لتحت ويبني لفوق،
يعني راه هو المعني بالامر وهو المسؤول على هذه الخساره كامله، ماشي هذا راه هو. واش غنقول لك؟ ما عرفتش اش غنقول لك والله. اللهم ان هذا منكر. نعطيك ملابسات الاوليه ديال كيفاش تخلقات هذه القضيه اللي راجت امام المحاكم. هذا السيد هذا باه استفاد في اطار محاربه دور الصبيح، عنده وثيقه تثبتوا انه راه هو اللي مستفيد، وتشارك مع واحد السيد في اطار انه ما عندوش الموارد الماليه باش يبني، اتفق هو واحد السيد على ان هذاك السيد يبني ليه يبني الدار وياخذ الطبق السفلي، ياخذ السفلي وهو يبني ليه الطبق الاول والسطح ديالو يبقاو ديال هاد هاد ديال 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 بات هاد السيد. من بعد بنى ليه البناء، راكم كتشوفوا شنو بنى ليه، ما كملش البناء، اخلى واحد البند ديال الاتفاقيه في اطار عقود ديال الالتزامات اللي التزم بهم، اخل بواحد الشيء، الدار بقات على حالها بحال ما هكا، مات الاب ديالو، الاخ ديالو حتى هو اللي معاه، مشاو داو شي ناس داو الاكادير، بقى هاد السيد بقى عايش هنا في الدار، الجيران كيوكلوا ويشربوا وينفقوا عليه ومهلين فيه، فكيتفاجئ بانه هاد السيد كيقول لهم بان الدار راه كتكثر عليا، هو السبب، لو كان صلحها ودار ليها الفايونس وقاد ليه الطبق ديالو الاول ودار السطح ما غاديش يضرر، ما يضرش الطبق الارضي، ما يضرش. مشى جاب التقنيين، وعاينوا على اساس انه راه الماء راه كيهود من الدار الفوق، وفعلا راه البني الاساس ديالو هو الساس، وهو الساس والسقف، الا ما صوبتيش الساس والسقف راه ما كاين حتى حاجه، ما صوبهمش. بناء على هذيك المعاينه اللي داروا التقنيين ومشى للمحكمه كيطالبوا بتعويض على الاضرار اللي نتجلد عنده هو في الدار ديالو. القضاء كنعرفوا كيحكم بالظاهر، اما الباطن يعلم الله. ما دارتش خبره لهاد الدار، ما جاوش عينوها، الناس ربما ما كنقولش تقصير، ما كان انا لا اسميه تقصير، ولكن عند ماشي انا كنسميها عن عدم الدرايه. وكانوا هذوك الناس ديال اللي كانوا كيتابعوا عليه طلبوا خبره وجاو للدار وشافوا كي دايره وطالعوا على العقد اللي بينه وبين اللي بين باه وبين داك السيد اللي بنى ليه، غتكون الامور واضحه. ولكن مشى القضاء بهذا الاتجاه، مشى لانه كيحكم بالظاهر، مشى ابتدائيا استنابيا ومشات نقد الابرام، حكموا على هذا السيد بواحد التعويض ديال 4 الملايين. ولكن المغزى من هاد 4 الملايين شنو هي انه هاد الطبق الفوقاني اللي هو كتشوفوا في الحاله ديالو ما يجيبش ذاك الثمن، ما يجيبوش اللي حدته، ربما حده هو ولا حدته المحكمه، ما عرفتش انا شكون اللي حده، ما غاديش يجيبو. علاش؟ لان الدار ما فيها حتى حاجه الفوق، السقف راه السقف، راه السقف بحال كاينه التحتانيه والفوق، على اساس انه غيتباع ويخرج هاد السيد، وهذاك السيد في المزايده ملي غتكون المزاد العلني غادي ياخذوا باي ثمن، لانه ما غاديش يفرط في الدار ديالو لتحت، ما يفرطش فيها، هو ساكن نقولوا ساكن، كاري الدار وكاري الحانوت، راه الحانوت خارج منها حانوت كاريه، معناه انه هو دائما هو اللي غادي يكون رابح، وغادي يصدق بانه شاري هاد الدار كامله، شاريها بداك الثمن ديال هاد ليطاج، هاد ليطاج اللي هو ما تكتملش المره الاولى. ما تكتملش، معناه انه هاد السيد كان خاصه هو الاول يتابع بالتنفيذ، هو الاول، لان المحكمه كانت تثبت فيه هو، تاخذ ذاك السيد اللي شرط على نفسه انه الدار، هو اللي كان خاصه يتخذ حقه حكم باش يكمل الدار ويبنيها ويبنيها ولا يعاود البناء ديالها باش ما تبقاش هاود ديال الماء ديالو هو. فانا كنطلب من هذا المنبر ديالكم، كنطلب منه على اساس انه يتعادي، يتفتح تحقيق مدقق هاد النزيلة. أضيف إلى ذلك أن هذاك السيد اللي كان كيقاضي هاد السيد باش يحاول يخرجه وباش يبيع ليه هاد البلايص اللي عايش فيها لأنه غادي يخرج للشارع، أنا كنقول لكم راه كان كيدعي أمام المحكمة على أساس أنه هو المستفيد، والعكس بات هذا هو المستفيد، عنده وثيقة كتبين بأنه هو المستفيد، هو كيمشي للمحكمة كيقول لهم أنا اللي مستفد وهذاك السيد راه ساكن أنا بنيت لي، يعني عطى العكس ديال المعطيات عطاهم باش يخرج السيد. أنا كنطلب من هذا المنبر أنه يتعاد بعد النظر، تعاد النظر، لأنه السيد راه ما كان عارف والو، حقيقة لا يعذر مواطن بجهل القانون، ولكن السيد
تا لا يعدل مواطن بجهل القانون راه فيها نقاش، فيها نقاش. توصل ما توصلش شيء، ما ما جاش عنده المحامي قال له شنو القضيه ديالك فين واصله وها شنو كاين، باش يعرف هذا السيد يعرف شنو يدير. كنطلب من من من, من القضاء، لانه حنا كنعتزوا بالقضاء ديالنا نزيه، وراه فين ما كتبان شي كيبان شي خلل يعاد النظر في النقاش ديالها. انا كنطلب من هذا المنبر على اساس انه يتعاد النظر في هذه القضيه، ويتبحث فيها يتبحث فيها ويتوقف هذه القضيه ديال المزاد العلني اللي غادي تكون غتكون قريبا، توقف حتى يتبحث في هذا الملف، لانه ملي غنوقفوا هذا المزاد العلني ونبحثوا بالملف غتبان الحقيقه، غتبان الحقيقه. وعندما تظهر الحقيقه ما غنسردوش هذا السيد، هذا السيد ما غيتشرش للزنقه، وهذا السيد لا تشرش للزنقه، ما عنده لا معيل، ما عنده عمل، ما عنده حتى حاجه، غادي يخرج للزنقه، نقدروا نخلقوا منه انسان اخر، ما عرفناش كيفاش غادي يولي. يحقد على هاد يحقد علينا حنا كساكنه ديال السما، غادي يحقد علينا، ما عرفناش واش غادي يبقى بعقله، واش غادي يتصرف شي تصرف اللي هو معقول ولا ما يتصرفش. اذا كنطلب وبالحاح على اساس انه يتعاد النظر في هاد القضيه، يتعاد فيها ويتحبس هاد المزاد العلني، لان راه تصعوبه التنفيذ، راه انا ندخلها صعوبه التنفيذ، لان ملي كتولي هاد السيد غنخرجو نديرو له الزنقه، راه صعوبه، راه بحد ذاتها صعوبه، ما يبغيش انا واحد نلعبو بالزنقه. وراه انا شفت شي ناس بكاو، لانه هاد السيد راه ما عنده حتى حاجه، ما عنده ولا معيل لا والو، عباد الله فين غادي يمشي؟ فين غادي يمشي؟ واش غندخلو حتى الخيريه؟ ما ربما ما لديتي الخيريه قلتي لهم هذا دخلوا الخيريه، تقول لك هذا راه بصحته، اذا وين غادي يمشي؟ ومظلوم، كنظن كاين حيف، كاين تدليس ديال القضاء، دلسوا عليه هذا السيد، لانه كانت عنده سوء نيه، بناء ما دخل مع هذا السيد بسوء نيه، كون كان بحسن النيه راه هذا الحي كامل راه تبنى بهذه الطريقه. كاين واحد خدا الاستباده ما عندوش الفلوس، مشى دبر على واحد بنى ليه، هو ساكن والاخر ساكن، ضربها ما باعوها ما باع ليها ما لا طرف لا والو، راه الاخر ساكن. فهذا اللي كان خاصو ينوضي يقيد به ويستدعي قدام المحكمه وبالتنفيذ البنود ديال العقد اللي ما بينه وبين باه، هذا كان ساكت سكت. وانا انا راه واضح واحد السيد حط لك البريك وزاد بحالته، ما يمكنش. لا ضو ماشي استغر البقر ديالو، استغر عدم درايه ديال باه، عدم درايه ديالو بالقانون، وهاد الناس هادو دراوش حتى هما عدم درايه بالقانون، وبقى غادي بهذا الحق. وهو كان الاخر كان ذكي، لانه كيقلب باش يخرج هاد السيد ويجي عاود ثاني البناء ديالها ويستغلها لوحده. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.